40 ثانية ونصف. إن كان أحدهم في مشكلة فعلي أن أتحرك أسرع. مرة أخرى، هيا. اثنتا عشر ثانية، أجل، أصبحت الآن مستعداً. أهلاً إلى ليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في ليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحوال، ستفرح في ليزي تاون. منزل الشجرة. سبورتاكس، سبورتاكس، هنا في الأسفل. ستيفاني، ها أنتم. نعم. أجل، لقد أنشأنا ناديا سريا. نعم، إنه نادي الأصدقاء إلى الأبد. أتريد الانضمام؟ طبعا. ماذا علي أن أفعل؟ كن صديقنا إلى الأبد. نعم، يمكنني فعل هذا. ولكن أين ستينجي؟ إنه ليس في النادي، لا يحب المشاركة في فريق. يعتبر كل شيء لا. أجل، له له له. يا رفاق، ما زال صديقنا وربما علينا أن ندعوه إلى النادي. وهل علينا ذلك؟ ماذا يحصل؟ إنه لي، إنه لي، إنه لي أنا، أنا، أنا. ما الذي يجري؟ بماذا تفكر؟ ما الذي تفعله يا ستينجي؟ حسناً، إن لم يريدوني في ناديهم فسأخذ هذا النادي إلى منزلي. لكننا يا ستينجي غيرنا رأينا. أجل، إذا أستطيع الانضمام إليكم؟ إن أصبحت جزءاً من الفريق. أجل، فريقي أنا. ستينجي، يعجبني هذا كثيراً. انتباه، انتباه، انتباه. ماذا؟ 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 اجتماع للبلدة. اجتماع للبلدة؟ مهزلة. ستقدم جائزة كبرى. جائزة؟ هنا. أجل، أجل، والآن هدوء، 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 اهدأوا جميعا. لقد تلقيت طوان رسالة من رئيس بلادنا. حسنا، نعلن اليوم اليوم الوطني لمسابقة بناء منزل الشجرة. كل مدينة، كل بلدة وكل قرية ستتنافس على بناء منزل الشجرة. تتعلق المسابقة بالعمل الجماعي. العمل الجماعي. على كل فريق أن يبني منزل شجرة ويلتقط صورة له ويرسلها بالبريد الإلكتروني. غدا سيقرر الحكام من هو الفريق الرابع. هذا سيحصل الفريق الرابح على. على كأس البطولة. هذا حق مذهل، يجب أن أحصل عليه. أيمكن لسبورتاكس أن يكون في فريقنا؟ أجل، أجل. يحق لكل بلدة بمساعد، لذا سيساعد سبورتاكس كل الفرق. سنحظى بوقت ممتع جدا. حسنا أيها الفريق، بيكسل، زيجي، ستيفاني، هناك منزل علينا أن نبنيه. وماذا عني أنا؟ أنا أريد الفوز بالجائزة أيضا. أتستطيع أن تكون جزءا من الفريق؟ لا، لا، لا. لدي كل الأدوات والخشب وكل شيء. حسنا، لكن تذكر العمل الجماعي. لننطلق. هيا بسرعة، هيا. يجب أن ألحق بهم. اذهبوا، اذهبوا، اذهبوا. انتظروا فقط حتى أربح أنا تلك الجائزة، وسأكون أنا الأول، وسينظر الجميع إلي مباشرة. روبي روتن. بنظري أنت جميلة جدا أيتها الكأس. ميلفورد، أظن أنك ستبني لي منزل الشجرة، هل ستفعل؟ أنا؟ لكنني لا أجيد ضرب مطرقة، أعني ضرب مسمار. سوف أخذها وحسب. لا تلمس الكأس. أنا أنظر إليها فقط.
هيا تحرك ميلفورد، بدأ الجميع العمل. اقطع اقطع. أنا آتي آنسة بيزي بادي. حسنا هيا فلنبدأ الآن. ستيفاني ستيفاني شكرا على التوصيل سبورتاكس. سوف أجمع الخشب. حسنا. ماذا؟ استعملي المطرقة. حسنا. بانج بانج بانج. يمكنكما الاعتراف. أجل بيكسل بيكسل بيكسل. ماذا؟ نحتاج إلى خطة. شغل حاسوبك هيا. قمت بذلك تريكسي. أنا أحتسب نقاط الضغط على البناء الخشبي ثم سأنتزعها. نحتاج إلى الطلاء. الكثير. أجل سأحضره. أو واو. ماذا تنتظرين؟ آسفة. سبورتاكس الخشب. تفضلي. شكرا سبورتاكس. أهلا بك. أنا أريدها. ستينجي. نحتاج إلى الأدوات والخشب و... ستينجي. هذه الأشياء تعود إلي. انتبهي جيدا، إنها لي أنا. أنت لا يمكنك استعمالها، واضح؟ ستينجي. يتعلق الأمر بالعمل الجماعي. نحن فريق، صحيح؟ أجل، نحن فريق. هيا ستينجي. فريقي أنا؟ لا، فريقنا. وماذا يفعل أفراد الفريق؟ يعطونني أغراضاً؟ بل يساعدون بعضهم بعضاً. هل فهمت؟ يحيى الفريق. أين تريدين أن تضعي هذا؟ أنسة بزبادي. هيا اختر شجرة وابدأ العمل ميلفورد. بالطبع. بناء منزل شجرة أصعب مما تصورت. أوه لا ميلفورد، المزيد من العصير رجاءً. سأتولى الأمر. تفضلي يا آنسة. شكرا. سوف أبني منزل شجرة يثير إعجاب كل من يراه من أبناء البلدة. على الرغم من أن هؤلاء الأولاد يقومون بعمل جيد. نحن نقوم بعمل رائع يا رفاق. كدنا أن ننتهي. ما الذي قلته الآن؟ إنهم يقومون بعمل مذهل. علي أن أفعل شيئاً. ماذا؟ أنت لا تحتاجها الآن، أليس كذلك؟ لم أكن خائفاً، كنت أغني فقط. أجل. بقيت 15 دقيقة. نحن نقوم بعمل مذهل، كدنا أن ننتهي. هيا ميلفورد، توقف عن الكلام وعمل. هيا يا رفاق، سنفوز، سنفوز بالجائزة. سوف أربح، سوف أربح. بالعمل الجماعي توصل إلى ما تريد.
انتهى الوقت؟ ماذا بهذه السرعة؟ ما علينا فعله الآن هو التقاط الصور وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لنعرف من هو الفائز. يا أولاد يا أولاد، هيا يا أصدقاء، هيا ابتسموا جميعاً. أنا جاهزة من أجل الصورة. ابتسامة، هذا رائع. روبي روبي قولي ابتسم. انزعج. من معه الصورة؟ ما بك زيكي، ماذا يحصل؟ هل نرسلها ونكتشف إن كنا سنفوز؟ نعم أنا سأرسلها، أنا سأرسلها، أرجوك. أنا حسنا. إنه جزء من فريقنا. أجل إنها لي. أنا سأربح حتما في هذه المسابقة. دادا. سأضعها. أجل. لقد عملت بجهد وكل الأدوات لي أنا. علي أن أفتحها. الكأس هو لي أنا. رجاء اجتمعوا، هيا جميعا اجتمعوا. أين أنتم؟ هيا احملوا معي نتائج المباراة. والآن الفريق الفائز هو إنه أنا. هيا استنجي. إنها لي أنا، عرفت ذلك. لا هذا مستحيل، أنا أريد ذلك الكأس. إنها لي أنا، أكون معذرة، أريد أن أمر. إنها لي أنا، الكأس لكل الفريق، نحن كلنا شاركنا في البناء. مكتوب هنا استنجي فقط. دعني أرى تلك الرسالة. إنها جائزتي المعذرة. أيمكنني؟ نعم بالطبع. أوه استنجي، لقد أرسلت صورتك فقط. كيف يمكن أن تتخلى عنا؟ نحن فريق. نعم إنها لي أنا، وهذه لي أيضا. أرجو المعذرة استنجي، عد إلى هنا فورا. نعم، إلى أين يذهب بالجائزة؟ استنجي، أريد أجوبة. لا، كلنا شاركنا في بنائه استنجي. أجل، بأدواتي ومساميري وخشبي، منزل الشجرة لي أنا. ماذا عن إناء الزهر خاصة؟ أجل، إناء الزهور. أي إناء زهور؟ حسناً، فقط انسى الأمر. إن أراد تلك الجائزة القديمة الغبية أكثر من أصدقائه فليحصل عليها. أجل، لنذهب ونلعب. هيا لنفعل ذلك. أنا لا أحتاج إليهم، أستطيع أن أستمتع بوقتي وحدي. يا رفاق. نعم. لنلعب كرة السلة. كرة السلة. هيا حجر، ورقة، مقص. هيا ورقة حجر، ورقة، مقص. هيا مقص حجر. لست محاصرة. هيا تريكسي. هدف. جيد. حان دورك. أنت من النوع الصامت صحيح؟ سوف أجعل أحدهم يلعب معي، وأنا أعرف من هو. ماذا سنفعل الآن؟ فلنلعب بعض الألعاب الإلكترونية. هيا أشم رائحة الحلوى. رائع. حلوى. واو، هذا مذهل. حلوى.
يحصل؟ مرحبا يا زيجي. أتريد أن تلعب؟ هذه خدعة، أليس كذلك ستينجي؟ إن لعبت معي أنا ولم تلعب مع الباقين فستحصل على كل هذه الحلوى. لكنهم أصدقائي. إذن اذهب والعب مع أصدقائك ولا تعود إلى هنا أبدا. منزل الشجرة لي أنا. لا، لقد كسرته. أنا بخير. إذن ارحل عن هنا وخذ معك أصدقائك هؤلاء. إن الكأس في منزل الشجرة السخيف ذاك. حسناً، إن لم تنجح في البداية هاجم مجدداً. والآن حان وقت التنكر. لن يشك في أبداً في هذا التنكر. أنا واثق بأنه لا أحد سيشك في صندوق البريد. علي أن أقترب أكثر. أكثر؟ أكثر؟ اقتربت كثيرا. لا، علي أن أنزل. علي أن آخذ ذلك الكأس. علي أن أنزل. سأضع رجلا واحدة فوق ال... النجدة! النجدة! ساعدوني! هيا أحسنت! هذا صوت ستينجي! إنه في مشكلة! نعم، إنه ستينجي! لقد علق في منزل الشجرة! إنها غلطته! تريكسي، ما زال صديقنا وما زلنا فريقاً واحداً. وأفراد الفريق يتساعدون. صحيح، سأساعده. أفراد الفريق يتعاونون. أجل، أجل، هيا هيا بنا. النجدة في طريقها إليك ستينجي. أرجوكم ساعدوني. ليس بعد الآن ستينجي. تريكسي. نعم، هيا تريكسي. هيا تريكسي. ماذا تفعلين؟ أنا آتي ستينجي. هيا يا ستينجي، هيا حاول. هيا أنا أحاول. هيا حاول أكثر مني. هيا 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 حاول أكثر. هيا حصلا. هيا سأمسك بك. أمسكتك. أنا أحاول. تريكسي، أمسكت بك، لكن لا أعرف لكم سأصمد. إنها الجائزة، وأخيراً أصبحت لي. أصمدي. قومي إلى الهول الأبدان. ساعدونا. سوف يقعان. أنا قادر. أمسكت بكما. منزل الشجرة. رائع، شجرة رائعة. أخرجوني من هنا. أخرجوني من هنا. أخرجوني. لا 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 لا. إنه روبي راتن. إنه روبي راتن. روبي روبي راتن. روبي راتن.
أين أنت؟ حسناً. هذا غريب. شكراً لكم جميعاً يا أصدقائي. شكراً لكم. شكراً لك تريكسي. شكراً جميعاً. رائع. شكراً لأنك أنقذتني تريكسي. لا بأس. ما فائدة الفريق؟ شكراً لأنك أمسكت يدي. أعرف أنك رغبت في الجائزة. لا أحتاج إلى الجائزة. ليس عندما يكون لي أصدقاء مثلكم. كأس الفوز أصبح لي أنا. ستيفاني، ستيفاني، هل أنت في الداخل؟ ستيفاني، ستيفاني، هل أنت هنا؟ أين أنت؟ لا، لقد أخفتني أيتها الصغيرة العزيزة. عجبا، ما الذي تكتبينه؟ أنا أكتب عن الأغاني التي غنيناها في ليزي تاون. نعم، نحن مولعون جميعا بالموسيقى، صحيح؟ دينغ دونغ دينغ دونغ دينغ دونغ. عمي، ما هي أغنيتك المفضلة؟ أغنيتي المفضلة؟ لطالما أحببت تلك الأغنية التي غنيتها عن العمل معا كفريق. ما كان اسمها؟ مهلا لحظة. تقصد العمل الجماعي؟ هذه هي. ممتعة جدا. وجدتها، عندي فكرة، لما لا تسألين جميع من في ليزي تاون عن أغنيتهم المفضلة؟ نعم يا عمي، هذه فكرة رائعة. شكرا. أتساءل ما هي أغنيتهم المفضلة؟ قرن مثلجات؟ هل هذا حقيقي؟ أيمكنني أن آكله؟ كيف يمكنني أن أنزل؟ مرحبا زيكي. أي أغنية غنيناها في ليزي تاون تفضل زيكي؟ وجدتها، تلك الأغنية عن الكعكة مع نثار الشوكولاتة والمثلجات. تحضير الحلوى سهل وإن وجدت صعوبة. سأزيد هذه، منظرها جميل،
نجعل الطعم أطيب ليس لها مثيل. سأضع المكونات ودعي الباقي لي. أنا حذر جدا، ألا ترى يا دي؟ تحضير الحلوى سهل وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطبخ. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإن عمت الفوضى. اتبع التعليمات تطبخ أشهل الحلويات طعمها ولا أشهى. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. إن الطبخ كالعلوم معدات ومكونات، كل مادة تضيفها تغير النكهات. تحضير الحلوى سهل وإن وجدت صعوبة استخدم كتاب الطبخ. لا 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 تتكاسل، لا تخطئ بالوصفة وإلى عماد الفوضى. اتبع التعليمات تطبخ أشهل الحلويات طعمها ولا أشهى. كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. طعمها ولا أشهى، كم أحب الحلوى، أخيرا سنعد ما نهوى. استخدم كتاب الطعم. أجل. كانت أياما جميلة. نعم. هاي زيكي. نعم. أتساءل إن كان الباقون عندهم أغنية مفضلة. أجل، سأذهب لأسألك. وأنا سأسأل بيكسل. حسناً حسناً، أسرعي. لما لا يسألانني أنا ما هي أغنيتي المفضلة؟ أنا مولع بالموسيقى كالباقين. لا، هذا ليس يومي، إنه ليس يومي. هذا ما هو عليه، إنه ليس يومي. بيكسل. ستيفاني، تشغيل نظام الفيديو. أوب، سأعدل الصورة قليلا. ها هي ستيفاني. مرحبا. مرحبا، أنا أسأل الأولاد في ليزي تاون عن أغنيتهم المفضلة. أوه، هذا سهل، حتى أنني أحتفظ بها على الكمبيوتر. با 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 را با با با. رائع، سأسمعك إياها. الحركة تنشطني، بينج بينج بانج مستعد ليومي. اقفز بخفة فتصبح قوياً. رائع. ستيفاني رائع. هيا عبر عن نفسك، سرعتك كالقطار تماماً كأنك أثار. هيا تحركوا، هيا تنشطوا، لا للكسل في ليزي تاون. هاي هاي غنوا معاً، لا للكسل في ليزي تاون. هيا يا فتاة ركزي. هيا عبر عن نفسك، أرهم من تكون، أرهم أنك نجم النجوم. هيا تحركوا، هيا تنشطوا، لا للكسل في ليزي تاون. هاي هاي غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. هيا غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. هاي هاي غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. لا للكسل في ليزي تاون. ها، من يهتم؟ أيظن هذان المدللان أنها الأغنية الأفضل؟ أنا لا أحبها، لا أحبها، أنا لا أحبها. الورقة الأخيرة. تريكسي. ها؟ تريكسي. زيكي. لا. كان هذا وشيكاً. كان وشيكاً جداً. استغرقني اليوم بطوله. أنا وستيفاني كنا نتساءل إن كان لديك أغنية مفضلة من ليزي تاون. أغنية مفضلة؟ بالطبع لدي أغنية مفضلة. حقاً؟ إنها مليئة بالمغامرات. والتشويق والقليل من الخطر. هذا لا يعجبني. حقا؟ هذه الأغنية سترعبك لدرجة أنك بو. مخلوقات الليل مخيفة، تتسلل بخفة، تصدر أصواتا غريبة. مخلوقات الليل مرعبة. الأشباح تملأ المكان،
تطوف بلا ألوان. دبك صغير يتأمل، يخاف من هوا لا يتحمل. بو لا 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 هذه أنا، بكي ببوك أخفتك بسرعة أشعل الأضواء، اختفى كل شيء في الهواء. نا 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 هذه أنا، بكي ببوك أخفتك بسرعة أشعل الأضواء، اختفى كل شيء في الهواء. ما؟ أغمض عينيك في المساء، يأتي العنكبوت من العلاء، ظلال تدور حولك وأنت من الخوف تهلك. لا 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 هذه أنا، بكي ببوك أخفتك بسرعة أشعل الأضواء، اختفى كل شيء في الهواء. أغمض عينيك لا تخاف، حان وقت. بو لا 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 هذه أنا، بكي ببوك أخفتك بسرعة أشعل الأضواء، اختفى كل شيء في الهواء. لا 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 هذه أنا، بكي ببوك أخفتك بسرعة أشعل الأضواء، اختفى كل شيء في الهواء. بسرعة أشعل الأضواء، اختفى كل شيء في الهواء. هل وجدت بعض الأغاني المفضلة؟ نعم، أغنية تريكسي المفضلة هي أغنية الأشباح. حقا. أغنية بيكسل المفضلة؟ أغنية لا للكسل في ليزي تاون. هيا يا سبورتاكس. مهلا، سأسأل سبورتاكس عن أغنيته المفضلة. نعم، وأنا سأسأله ستينجي. ستينجي، نعم ستينجي. حسنا، نراك لاحقا. ستينجي ستينجي ستينجي. انتبه، انزل قليلك اللزج الدبق عن سيارتي. ما الذي تفعله هنا؟ حسناً، أنا وستيفاني كنا نتساءل إن كان لديك أغنية مفضلة من ليزي تاون. سوف تكتب عن هذا في مذكراتها. جيد، دعني أفكر. نعم، فكر فكر فكر. زيجي، فكر 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 أسرع. توقف يا زيجي، فكر أسرع. وجدتها. وما هي؟ إنها لي. ها؟ أغنيتي. ما هي؟ إنها لي أنا. أعرف، لكن أي واحدة؟ إنها لي أنا. الأغنية؟ نعم، هذا صحيح. إنها لك؟ نعم. لا، إنها لي أنا. أنا لا أفهم. أغنيتي المفضلة تدعى إنها لي أنا. حسنا. زيجي. صندوق البريد لي والإشارة لي، وهذا البالون الذي يطير لي 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 لي، حلويات زيجي لي، وهذا العصفور لي، المدينة والشوارع من دون شك لي، كلها تعود لي، كل شيء لي، وكل الاتجاهات، كل شيء أنا أحبه، أنا ستينجي وهو لي. وهذه الوقفة الموسيقية هي أيضا لي. الأرض والسقف لي، ومشاعرك لي، كل ما حولي دون شك لي 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 لي. هذا ما قلته، إنها لي. وصلتني رسالة، يريد الأولاد رؤيتي. أتساءل ماذا يريدون. ستيفاني، وصلتني رسالتك، ماذا هناك؟ كنا نتساءل إن كان لديك أغنية مفضلة من ليزي تاون. أحب كل الأغاني التي غنيناها، لكن هناك أغنية واحدة تعجبني أكثر. أعطني بعض التلميحات وسأحذف. هي عن فعل نفس الشيء، 20 مرة إلى اليسار و20 مرة إلى اليمين. تنظيف أسنانك، أغنية الرقم 20. بالضبط. هذا رقم صغير لك، عشرون إلى أعلى،
20 إلى أسفل تتم عبره أعمالك 20 إلى اليسار 20 إلى اليمين هي حيلة أعرفها تساعد إن طبقتها لا تأخذ وقتا حينها تصبح متألقا اسمع نصيحتي حان الوقت لكي تطبق نظف أسنانك مجددا حان الوقت لتبتسم تحتاج إلى الراقم عشها تعلم ما الذي أعني عشرون إلى أعلى عشرون إلى أسفل يا له من رقم سحري عشرون إلى اليسار عشرون إلى اليمين تبتسم عند السلام ستشعر بالانتعاش هيا اسمعني كلامي مفيد لك ولي اسمع نصيحتي حان الوقت لكي تنهض نظف أسنانك مجددا حان الوقت لتبتسم تحتاج إلى الرقم 20 كان هذا رائعا نعم كنا رائعين في هذه الأغنية نعم أتعرف ماذا؟ نسيت أن أسأل أحدهم عن أغنيته المفضلة لقد حان الوقت نسيت أن أسأل بيسي لا أخطأتي ماذا عني أنا؟ لقد نسيت أن تسأليني يا فتاة اسمعي صوتي لا 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 اذهبي واسأليها إذن نعم فكرة رائعة أراك لاحقا أراك لاحقا بالتوفيق بيسي والرقم بيسي لابد من أن لديك أغنية مفضلة نعم بالطبع لدي أغنية مفضلة إنها الأغنية التي غنيتها عن عمك نعم سريع جدا لا أحد يعرفه هو عميل سري هاتفه مخفي ذكي وقوي هو عميل سري إذا أوقفته في يوم ما ستكتشف أنه ليس هو لديه آلات لو هو بالذات فهو عميل سري يخلص الناس يجذب الفتيات هو عميل سري بام بام إنه العميل سر بام بام هو بطل خفي يتنكر بزي لا يتكرر هو بام بام عميل سري عميل سري ماسي توقفي توقفي ألا أملك صوتا جميلا؟ نعم بالتأكيد شكرا أنت لطيفة إذن هكذا يا لكم من مجموعة أنانيين لا تفكرون إلا بأنفسكم لا يفكرون في أبدا هناك الكثير من الأغاني الرائعة في ليزي تاون هاي روبي روبي لا هذا ليس أنا طبعا هذا أنت كنت أتساءل إن كان لديك أغنية مفضلة من ليزي تاون لا لقد فات الأوان لقد فات الأوان الآن أرجوك حسناً هناك أغنية واحدة أغنية القرصان يا
حصان. عجل. أين خريطة؟ خريطة. شيدنا إلى صندوق مغلق بالأقفال. أقفال. مدفون بعيدا. سوف نبحث عنه. عنه. فهو مليء بالكنوز. سنفتح الأقفال. بعدها نصرخ هوري. هيا إلى الإبحار. هاي هاي تي يا بنتي ما أحلى حريتي. ابقى ما تحب وتريد فأنت فرسان. يا هاي تي يا ترى شباب دور مغامرة. هيا ارفع العلم عاليا فأنت فرسان. نبحر بعيدا. نستكشف الأماكن. نلف وندور. لا نتعب أبدا. ومن جديد. هيا أنزل المرساد. ننزع المغاطس. لنبحر مجددا. يا هاي تي يا اقطع كل البحار فأنت فرسان. هيا بنا ارفع المرساد. يا ما أحلى حريتي. ارفع ما تحب وتريد فأنت فرسان. يا جهار أينما ذهبتم ستكون الرياح خلفكم. السماء فوق البحر فأنت فرسان. فأنت فرسان. ستيفاني ستيفاني أجل. كيف جرت الأمور؟ كانوا رائعين جميعا. أوه مذهل. لكن هناك أغنية يحبها الجميع. أوه وما هي؟ بينغ بانغ ديجي ديجي دانغ. كلمة غريبة أغنيها. كلمة أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا. هذه هي تفيد جسمنا. إلى أعلى نستدير بعدها نصفق. نصفق إلى أسفل نستدير. غايتنا أن نتسلل. ديك ديك دانج بينغ بانج بلا بلا بلا. يستطيع أي شخص القفز هكذا. أي 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 أ